منصات رقمية من تلفزيون دبي، أهلا بكم. أنا أدال طعمي، سأنقل لكم في حلقة خاصة بعيد الأضحى كل ما هو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات وصور تجسد قيمة المناسبة المباركة بكل طقوسها الروحانية القائمة على التضحية والتسامح. وفي حلقة اليوم، هاشتاغ عيد الأضحى يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بأجوائه الروحانية والاجتماعية. وفي زمن المنصات الرقمية، هل باتت المعايدات الإلكترونية بديلاً عن الزيارات الأسرية؟ أيضاً اختيارات ملابس العيد تشهد تغيراً ملحوظاً مع انتشار استخدام منصات التواصل الاجتماعي. الحديث عن موسم الحج وعيد الأضحى المبارك يتصدر اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المستخدمون من خلال هاشتاغات متنوعة عن أهمية مناسك الحج العظيمة وطقوسها الروحانية، ليس فقط بالنسبة للحجاج وحسب، وإنما لجميع المسلمين حول العالم، خصوصا في هذا الزمن الرقمي الذي جاء كفرصة فريدة لتعزيز التواصل من خلال تبادل التهاني بين الأهل والأصدقاء ومشاركتهم الفيديوهات والصور التي تعكس أجواء العيد المباركة. ورغم تأثير التطورات التكنولوجية السريعة على احتفالات العيد، حيث بات الناس يفضلون التواصل عبر المنصات الرقمية، لا يمكن تجاهل الفائدة الكبيرة التي تقدمها التقنيات الحديثة والمنصات الجديدة في تقديم الدعم للحجاج وتسهيل شراء الأضاحي وتقديم التبرعات والعيديات بطريقة حديثة ومبتكرة تواكب كل هذه التغيرات في أسلوب الحياة. ومع ازدياد ارتباط الناس بالهواتف الذكية ورغبة الحجاج بتوثيق طقوسهم لحظة بلحظة، وجهت وزارة الحج والعمرة عبر فيديو توعوي نشرته على حسابها في منصة أكس، وجهت دعوة لجميع الحجاج بعدم الانشغال بالتصوير عند الكعبة، طالبة منهم ملء أوقاتهم بالدعاء والاستفادة من تلك اللحظات الثمينة. وكما في كل عام في موسم الحج وعيد الأضحى، يواصل الهلال الأحمر الإماراتي مساعيه الإنسانية من خلال سلسلة من المبادرات الملهمة، أبرزها حملة للتبرع عبر هاشتاغ غير المشهد التي تهدف إلى صنع التغيير لدى الأشخاص الأقل حظا. تتضمن الحملة التبرع بكسوة العيد للأطفال المحتاجين بهدف رسم البهجة على وجوههم وإطفاء الفرحة على قلوبهم في هذه الأيام المباركة. بالإضافة إلى ذلك، دعت الهيئة الجميع للتبرع بأضحية العيد عبر نفس الهاشتاغ للمساهمة في إسعاد الأسر المحتاجة وإحداث فرق ولو بسيط في حياتهم. ويمكن المشاركة في هذه المبادرات الإنسانية بسهولة عبر إرسال الرسائل النصية أو التبرع البنكي أو استخدام تطبيق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. بلا شك أن تبادل التهاني بالعيد يعكس جوهر التواصل بين الأهل والأصدقاء، ولكن ما هي الطريقة المثلى للاحتفاء بهذه المناسبة؟ هل هي التهاني التقليدية من خلال الزيارات، أم تلك الحديثة التي يتم تبادلها عبر الهواتف الذكية، سواء كانت بالصور أو الرموز التعبيرية أو حتى بالفيديوهات الجاهزة التي تضم عبارات تحمل في طياتها مشاعر المحبة والمودة؟ مراسلتنا في مصر رشا عبد الرحمن تطلعنا على حال معايدات هذه الأيام في الشارع المصري. نتابع. موسم الرسائل الإلكترونية، هكذا تصف هالة فترة الأعياد، إذا لا يكاد هاتفها يتوقف عن استقبال معايدات الأهل والأصدقاء، إضافة إلى بعض المكالمات. لكن الأم الأربعينية أثرت إحضار طفليها إلى إحدى حدائق القاهرة للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك وسط الطبيعة، على أمل دفعهم إلى التواصل مع محيطهم وأخذ فسحة من الوقت بعيداً عن الهاتف الذكي الذي لا يكادان يتركانه حتى وسط التجمعات الأسرية. هم اتولدوا لقى الموبايلات موجودة، يعني فبقى ده شيء أساسي بالنسبة لهم، وما ييجوا بيعيدوا على بعض بالستيكرز، يعني مش زي زمان واحنا صغيرين كنا بنروح لأجدادنا ونقضي معاهم اليوم. الموبايل ده جه ضيع وقتنا كله، بس دي يعني دي تكنولوجيا وكلنا لازم نستخدمها. يعني الناس اللي قريبين بس هم اللي بروح ازورهم، اما اغلبيه الناس ببعت لهم رساله على الواتساب. اصوات عاليه الجوده وصور متحركه مصحوبه بكلمات التهاني الرقيقه،
كلها عناصر جعلت من رسائل الهواتف الذكية أداة جذابة لتبادل التهاني، لكن يبقى التواصل المباشر غائباً لتحل محله المعايدات الرقمية. الناس ما بقتش فاضيه اصلا، تحس ان هي خلاص الموبايل بقى كل حياتها اصلا. بقينا اسهل حاجه نبعت مسج على الواتساب على طول، فكل سنه طيبه وبس، خلاص على كده عيدنا عليهم يعني من غير ما نروح. اغلب المعايدات بتبقى بالسوشيال ميديا للاسف، لان المسافات بقت صعبه ان احنا نتلاقى وكده. ولو متاح ليا ان انا تبقى زياره وجها لوجه اكيد هنروح، لو مش متاح ليا هيبقى من عن طريق الموبايل طبعا، والتهنئه من المهم تكون من القلب يعني. كل شيء قاعدين في نفس البلد ونكلم بعض فيديو كول، ما نكونش قاعدين بيننا وبين بعض ساعة ونكلم يعني الفيديو كول مهما يكون مش هيكون زي قاعدين مع بعض في قعدة كويسة نحكي مع بعض ناكل مع بعض. وتشير بعض الدراسات إلى أن تطبيقات التراسل الفوري كالواتساب والفيسبوك تسيطر على أكثر من 90% من حجم التهاني الإلكترونية، ويعود ذلك إلى سرعتها وقلة كلفتها، بينما يبلغ معدل انتشار الهواتف المحمولة في مصر أكثر من 96%. مع حلول عيد الأضحى المبارك لا يتوقف الهاتف المحمول عن تلقي رسائل المهنئين ومكالماتهم، ولكن تبقى الزيارات الأسرية وتبادل التهاني وجها لوجه أكبر دليل على مكانة الشخص في قلوب الأقارب والأصدقاء. رشا عبد الرحمن، تلفزيون دبي، القاهرة. طبعا تبقى الزيارات الأسرية هي الأفضل. بعد الفاصل نتعرف على أبرز التقنيات الجديدة والتطبيقات الرقمية لتوفير أفضل التجارب للحجاج، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. مع تطور التكنولوجيا وتطبيقها في مختلف جوانب الحياة، بات من الضروري إدخال التقنيات الحديثة لتحسين تجارب الحجاج وتسهيل أداء مناسك الحج. في هذا السياق أعلنت وزارة النقل السعودية عن 32 تقنية يتم تطبيقها هذا العام، منها 17 تقنية جديدة لتوفير بيئة مريحة وآمنة للحجاج. ومن أبرز هذه التقنيات التاكسي الطائر، التجربة التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم كأول تاكسي جوي ذاتي القيادة مرخص من سلطة طيران مدني، وتوفر الخدمة الجديدة نقل الحجاج بين المشاعر المقدسة والمساهمة في تيسير التنقل في حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية وتقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل البضائع. وتعد تجربة التاكسي الجوي إحدى مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية في حج هذا العام، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في توفير نماذج مبتكرة صديقة للبيئة. وإلى جانب التاكسي الطائر وبهدف توفير أفضل التجارب للحجاج، يشهد موسم حج 2024 استخدام وسائل مبتكرة لتسهيل أداء المناسك وضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، من أبرزها الروبوتات الذكية التي تنتشر في الحرم والمناطق المحيطة به لتوجيه الحجاج والإجابة عن استفساراتهم وتقديم الإرشادات اللازمة بلغات مختلفة. وطبعا تبرز تطبيقات الهاتف المحمول مثل تطبيقات التوجيه والملاحة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير مسارات مثلى للحجاج لتجنب الزحام، كما تبرز التطبيقات الصحية والتي من خلالها يمكن متابعة الحالة الصحية للحجاج وإن كان عن بعد وتنبيههم لأي مؤشرات صحية مقلقة. هذا ويتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الحشود، ما يتيح توجيه حركة الحجاج بفعالية ومنع التكدس في نقاط معينة، مما يسهم في تقليل المخاطر المحتملة وضمان انسيابية الحركة. وفي إطار تعزيز الأمن والمراقبة، تم تركيب كاميرات ذكية تعتمد على تقنيات التعرف على الوجوه في الأماكن العامة لرصد ومنع أي نشاطات مشبوهة بشكل فوري ودقيق. من ناحية أخرى تستخدم الطائرات بدون طيار لأغراض طبية، حيث تقوم بنقل وحدات الدم والعينات المخبرية بين المستشفيات بسرعة وكفاءة، مما يعزز من سرعة الاستجابة الطبية للحالات الطارئة.
ولتوفير تجربة حج متكاملة لضيوف الرحمن الذين توافدوا إلى المملكة لأداء مناسك الحج، أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تطبيقاً يحمل اسم الحج ثلاثي الأبعاد، الذي يعزز الواقع الافتراضي بلغات متعددة لتعليم مناسك الحج والعمرة. ويهدف التطبيق إلى تدريب المستخدمين على كيفية أداء مناسك الحج والعمرة بالشكل الصحيح وتقليل الأخطاء الشائعة التي يرتكبونها في الحج إلى أقصى حد ممكن باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد وتقنية الواقع الافتراضي، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات للحجاج. ويقدم التطبيق جولات افتراضية تحاكي الواقع في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة مثل منى وعرفة ومزدلفة، مما يوفر بيئة تعليمية تحاكي الواقع الجغرافي والزمني لأداء هذه الشعائر، كما يساهم في تسهيل العقبات التي قد يواجهها الحجاج والمعتمرون، وتتوفر إصدارات متنوعة للتطبيق من أجل تلبية احتياجات الحجاج من مختلف الجنسيات. وبعيداً عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، برزت عدة مبادرات مبتكرة لتسهيل تجربة الحجاج هذا العام، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر عملية طلاء الأسطح الإسفلتية للطرق ومسالك المشاعر المقدسة باللون الأبيض بهدف خفض درجة الحرارة وتبريد المناخ للدرجات المعتدلة في طرق المشاة. وتعمل التقنية الحديثة التي عملت عليها الهيئة العامة للطرق في تحقيق الراحة التامة لضيوف الرحمن علمياً من خلال زيادة مستوى التبريد للمناخ من حولهم، إذ يسهم الطلاء الأبيض في خفض درجة حرارة السطح بحوالي 30 درجة مئوية. هذا وتداول رواد المنصات الرقمية فيديوهات تظهر استخدام الإسفلت المطاطي المرن في ممرات المشاة بالمشاعر المقدسة للمرة الأولى هذا العام، وذلك بهدف تحسين الصحة العامة للحجاج والارتقاء بجودة حياتهم، حيث أظهرت التجارب أن صلابة الأسطح الإسفلتية والأرصفة العادية تسبب ضغطاً وألماً في مفاصل وأقدام الحجاج، خصوصاً كبار السن الذين يشكلون 53% من إجمالي الحجاج، مما يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية. وتعتمد التقنية على إعادة استخدام المطاط الناتج عن إعادة تدوير الإطارات في الخلطات الإسفلتية، مما يسهم في الحد من تراكم نفايات الإطارات والحد من التلوث الناتج عن حرقها. بعد الفاصل، كيف أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر على تجربة شراء الملابس في العيد؟ ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ونذهب الآن في جولة على أبرز الأخبار والفيديوهات المتداولة. فمع هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح اختيار ملابس العيد أمرا يحظى بمزيد من الاهتمام والتفاعل. فالمنصات الاجتماعية تعرض مجموعات متنوعة من الأزياء والموضة تسهل على الأشخاص الحصول على اختياراتهم المناسبة للعيد، كما يمكن من خلالها تبادل الآراء والاقتراحات بين الأصدقاء والعائلة حول ما يناسبهم من ملابس. فكيف يتم اختيار ملابس العيد في الأردن؟ سلوى الصوالقة والتفاصيل. اختيار ملابس العيد يتم بالعادة عبر انتقاء قطعة مناسبة بالجودة والمقاس والسعر، لكن مع سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي على أدق تفاصيل حياتنا بات الأمر مختلفا عند الكثيرين. تصطحب ليلى ابنها أمير لشراء ملابس العيد، المهمة أنجزت بسهولة بالنسبة للابن. أمير هيك. أما الأم فتحول اختيارها للملابس إلى جلسة تصوير. صبايا شو رأيكم، أخذ هاي ولا أخذ شيء ثاني؟ شوفوا هاي أحلاها. نشرت فيها أكثر من قطعة على حساباتها الشخصية على كافة منصات التواصل الاجتماعي لأخذ آراء الأهل والأصدقاء والمتابعين. أنا لما أجيت على المحل بلشت أنقل القطع اللي بدي إياها، بعت على جروبات الواتساب وكمان على السناب، وصورت كمان ستوري على الانستغرام عشان أخذ أراء الناس اللي عندي. يعني ممكن قطعة أنا تعجبني بس الناس مثلا ما تعجبها، فأنا بضطر إنه أواكب الموضة أو يعني أشوف أراء الناس التانية، عشان أنا بحب أكون دايما يعني بلبس أشياء جديدة وحلوة وتعجب الناس كمان. وبحسب العاملين في قطاع الملابس، فقد أثرت مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة سلبية على عملية البيع وعلى أذواق الزبائن التي باتت متشابهة كما يقولون،
فالمهم بالنسبة لهم هو حصد إعجاب الآخرين بغض النظر عما إذا كانت الملابس مناسبة أم لا. بيهمني أنها تكون القطعة عجبتني، ولكن الأهم منه أنه يعني تكون عاجب الأهل الأصحاب، يعني بالنهاية هم اللي راح يشوفوني فيها، يعني لازم أخذ رأيهم وأسألهم عن اللبسة قبل ما أشتريها. شبكات التواصل الاجتماعي عم تعمل شغلة إنه عم بدوروا على ترند وعلى الموضة أكثر من هذا الشيء، والمحلات عم تقلب جلسات تصوير. هلا بتلاقي الصبايا عاملة جروب على الواتساب، بتدخل بتاخذ رقم من القطعة بتصورهم تبعت لصاحباتها، بتعرف أنت كل ست سبعة كل واحد لها رأي، بتسحب حالها آخر شيء بتطلع ما بتشتري ولا شيء. هذا الشيء إحنا عم نعاني منه. زمان ما كان الموضوع زي هيك، كان الموضوع كتير أحسن. هذا الحكي عم بيصير بالشريحة بين الشباب والصبايا بشكل كبير، مش بشكل عادي. في المقابل يرى الكثير من المستهلكين خاصة من فئة الشباب أن الأمر إيجابي، فعند عرض اختياراتهم من الثياب على حساباتهم الشخصية فهم يتبادلون النصائح والاقتراحات فيما بينهم لانتقاء الأفضل وكذا الأنسب لميزانيتهم. سلوى السوالقة، تلفزيون دبي، عمان. وإلى فيديو أسر القلوب تم التقاطه داخل الحرم المكي وانتشر من بعدها إلى جميع المنصات الرقمية، يعود لطفلة أسيوية صغيرة استطاعت بعفويتها وبراءتها أن تقود الطائفين حول الكعبة وهي محمولة فوق الأكتاف. لتظهر لقطات الفيديو المتداولة الطفلة وهي تردد الابتهالات والأذكار ملهمة بذلك حشدا من الحجاج باتباعها وترديد الأدعية من بعدها. لقطات الفيديو لاقت ترحيبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة كبيرة ببراعة الصغيرة وروحانيتها العالية. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضا فيديو مؤثر يوثق لحظة وصول أكبر حاجة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج. الحديث هنا عن المسنة الجزائرية سرهودا ستيتي التي تخطى عمرها 100 عام، والتي حظيت بترحيب حافل لحظة وصولها إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عبر الخطوط الجوية السعودية، حيث تم استقبالها بالورود وهي جالسة على كرسي متحرك لتحقق أخيرا حلما راودها لسنوات طوال. وكما هو حال الحاجة الجزائرية، فإن تأدية مناسك الحج هو حلم يسعى إليه الكثيرون. الفيديو التالي ينقل لكم مشاعر الامتنان للحجاج خلال رحلتهم المقدسة، حيث يروون لنا تجاربهم ويشاركوننا أحاسيسهم المفعمة بالإيمان والتقوى لأداء فريضة الحج. نشاهد. يعني راح تكون من قوافل الحجاج لبيت الله، يعني ناداك منادي من السماء. والله طرت من الفرح حتى قامت الدموع تنزل عندما جات لبيت الدعوة مباشرة. يعني حيل فرحت. اي والله، وتمنيت يعني من زمان هاني اجي لبيت الله. كنت فيما قبل اقرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب وفي كتب الاحاديث والمسندات، يعني البخاري ومسلم إلى غير ذلك، ولكن الآن أعيش الواقع. يعني كلما أفتكر إن أنا في البلد اللي الرسول اتولد فيها وممكن يكون مشي هنا وراح في السكة دي والصحابة وكده، ده أفضل شعور مر عليا في حياتي. هذه كانت جولتنا الرقمية على أبرز القصص المؤثرة في عيد الأضحى ويوميات الحج لهذا العام. انتظرونا الأسبوع المقبل. دمتم سالمين وكل عام وأنتم بألف خير.